مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري الجديد والمباشر من القناه الاولى بالرباط. تتابعونا في بدايته ابرز العناوين. جلالة الملك يعطي تعليمته السامية لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبريكت بسلا، مشروع ذو أهمية كبرى يروم النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لألاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة. مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ومشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار اللذان صادق عليهما المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، خطوة هامة في اتجاه تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وربح رهان النموذج التنموي الجديد للمملكة. بؤر متفرقة من الحرائق اندلعت بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم تازة، وفرق الإنقاذ تواصل إخماد النيران بعد أن امتدت إلى بعض التجمعات السكنية وعرقلت حركة السير على طريق السيار بين العرائش وسيدي اليمن. المنتسيدات في كرة القدم يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2022 بعد انتصاره على منتخب بوتسوانا، ضامنا بذلك ورقة التأهل نهائية كأس العالم 2023 التي ستقام بأستراليا ونيوزيلندا. أهلا بكم من جديد. أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليمته السامية لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبريكت بسلا. هو مشروع ذو أهمية كبرى كان جلالة الملك نصره الله قد أعطى انطلاقة الأشغال به في 24 من أكتوبر سنة 2017. يروم هذا المشروع المندمج الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية باستثمارات بلغت 361 مليون درهم، يروم النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لألاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة. التفاصيل. يشكل افتتاح هذه البنية التجارية التجسيد الحي لسياسة القرب التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ينهجها، ويترجم الإرادة الراسخة لجلالة الملك في الإنصات لانتظارات وحاجيات المواطنين وضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة للجميع. ويهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 1483 محلا تجاريا، والذي حول سوقا تقليديا قديما إلى بنية تجارية عصرية جديدة، إلى النهوض بظروف اشتغال التجار والقضاء على البنايات العشوائية وتحرير الطرق والفضاءات العمومية والارتقاء بجمالية المشهد الحضري. سوق الصالحين الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية تجربة فريدة ونموذج مبتكر في حكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل. كما تتجسد التعليمات الملكية السامية بشأن هذا المشروع السوسيو-اقتصادي الهام في عملية تمليك المحلات للتجار والمهنيين المستفيدين بأثمنة تراعي طبيعة أنشطتهم التجارية والمهنية ووضعيتهم الاجتماعية، مع تمكينهم من تسهيلات في أداء تكلفة الاقتناء مع استفادتهم من برنامج انطلاقة لتسهيل ولوجهم للتمويلات المخصصة لاقتناء التجهيزات اللازمة. وتتوخى هذه البنية التجارية إدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي المنظم، مع تمكين التجار والمهنيين والحرفيين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا وسوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا. وتم إنجازه وفق مقاربة إرادية وشاملة تركزت على آليات تمويل مبتكرة ومندمجة، وتم تمويله في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب 300 مليون درهم، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ب 30 مليون درهم، وعمالة سلا ب 10 ملايين درهم، والجماعة الترابية لسلا والهيئة المفوضة بعشرين مليون درهم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة للسيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. أعرب فيها جلالة الملك عن تهانئه الحارة لرئيس ماكرون بمقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الفرنسي بموصول التقدم والازدهار.
كما بعث جلالة الملك نصره الله برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الله السوكي. ومما جاء في هذه البرقية: تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي المشمولة بعفو الله الصحفي المقتدر المرحوم عبد الله السوكي، أحسن الله قبوله إلى جواره مشمولا بالمغفرة والرضوان. وبهذه المناسبة المحسنة عرب جلالة الملك لأفراد أسرة الراحل ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم ولكافة أصدقاء الفقيد المبرور ومحبيه ولأسرته الإعلامية والثقافية عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم. بإذن سام من رئيس المجلس العلمي الأعلى أمير المؤمنين مولانا محمد السادس أعز الله أمره، تنعقد الدورة العادية 29 للمجلس العلمي الأعلى يومي الجمعة والسبت 15 و16 ذو الحجة الموافق ل 15 و16 يوليوز الجاري. أشغال هذه الدورة ستنطلق على الساعة 6 من مساء يوم الجمعة بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالرباط. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عمل المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية منذ الدورة الأخيرة، نشاط المجالس العلمية المحلية في محيطها في بابي الوقاية والتنمية، وبرامج التبليغ ومقاصد تحقيق الحياة الطيبة وترشيد عمل الأئمة المرشدين والمرشدات. مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصر الله، ومشروع إصلاحي مهيكل يرتكز على 4 دعامات أساسية: تعتمد الحكمة الجيدة وتثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية. المشروع تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به جلالة الملك نصره الله. سميرة أصبان وحمزة السايح. رؤية جديدة لإصلاح هيكلي للقطاع الصحي يحدد معالمها مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. مشروع هذا القانون أعد بتوجيهات ملكية سامية وصادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إصلاح جوهري سيشمل المنظومة الصحية حتى تكون مؤهلة لمواكبة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، والرهان تجويد الخدمات الصحية لتكون في مستوى تطلعات هذا الورش المجتمعي غير المسبوق. آمال يعقدها المواطنون اليوم على هذا المشروع لتأمين الحق في الصحة. من اجل تفعيل هذا البرنامج ديال التغطيه الصحيه خاص ضروري يلقى الظروف ملائمه من الموارد البشريه ومن المستشفيات. هذا المشروع اللي داروا جلاله الملك محمد السادس من اجل اصلاح قطاع الصحه غادي يخول جميع المغاربه انهم يستافدوا من حقهم في التطبيب وفي الصحه. في شيء ايجابي بالنسبه للمواطن، لانه غادي يمكن يعني جميع فئات المواطنين من الولوج إلى الحماية الصحية الاجتماعية، وكنظن أن هذا واحد شيء إيجابي. لضمان تفعيل الأمثل لمشروع تعميم التغطية الصحية على كافة فئات المجتمع المغربي، مشروع إصلاح المنظومة الصحية سيعمل على تأمين حكامة جيدة للقطاع تسعى إلى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية إلى جانب التخطيط الترابي للعرض الصحي. بموجب مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، من المنتظر أن يتم إحداث الهيئة العليا للصحة فضلا عن وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى إحداث وكالة للدم ومشتقاته. هذا القانون الإطار يحمل عدة أبعاد: البعد السياسي الاستراتيجي بخلق هيئة عليا للصحة لرسم السياسات وتقييمها، وكذلك الوكالة الوطنية للأدوية وخاصة تشجيع الصناعة الوطنية لوضع وتوفير الأدوية بأسعار مقبولة لكافة المواطنين، تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وبالخصوص أن يكون هناك تعاون بين القطاع العام والخاص، وخلق مجموعات صحية ترابية تكون قادرة على استبصار المشاكل الحالية والمقبلة جهويا.
يسعى هذا المشروع الإصلاحي أيضا إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية بالقطاع الصحي من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، كما يروم هذا المشروع استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج. هكذا سيعمل هذا المشروع الإصلاحي على تأهيل العرض الصحي والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني إلى جانب رقمنة المنظومة الصحية. لمواكبة الورش الملكي ديال تعميم التغطية الصحية هي الأجراء على المستوى الجهوي والمحلي ديال الوحدات الصحية ترابية اللي هتكلف بالأجراء ديال الصحة، والحمد لله هاد تكون جميع الجهات إن شاء الله، هتكون المستشفيات المحلية وكذلك المستشفيات الجهوية وكذلك المستشفيات الجامعية في واحد القطب معين اللي هتمكن إن شاء الله من عدالة مجالية في ميدان الصحة. العدالة الاجتماعية مسعى ورش تعميم الحماية الاجتماعية اليوم مشروع لإصلاح المنظومة الصحية بكل هياكلها يخرج إلى الوجود لينسجم مع طموح تمتيع جميع المواطنين بالحق في التأمين الصحي والاستشفاء في أجود الظروف. ولمزيد من التوضيحات يسعدنا أن نستضيف هذا المساء في بلاتو الأخبار الدكتور طيب حمدي، طبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية. مساء الخير، مرحبا بك معنا دكتور. شكرا للاستضافة ومرحبا. أهلا. إذن يوم أمس جلالة الملك نصر الله رئيس مجلس وزاري تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. شنو يمكن لك تقولنا على الأهمية ديال هذا مشروع قانون الإطار وكيفاش يمكن له يساهم في تطوير المنظومة الصحية ببلادنا ويجعلها قادرة على مواكبة ورش الحماية الاجتماعية اللي عندنا في المغرب؟ خصنا نذكروا بأنه المشروع ديال المراجعة الجدرية للمنظومة الصحية في المغرب هي واحد التوجيهات ملكية كانت قبل جائحة ديال كوفيد، وتعزت في هذه الجائحة كوفيد لأنه استخلصنا عدة دروس، وبلادنا تحت قيادة جلالة الملك استخلصت دروس كبيرة من الجائحة قبل ما تساري، وبدينا في بناء منظومة صحية جديدة قبل نهاية هذه الجائحة. نعم. جوج الأشياء كبرى كتأثر هذه الرؤية الملكية. أولا النظرة استراتيجية لمكانة الصحة، بحيث أن السياسة الصحية في بلادنا ما تبقاش تغير مع الحكومات أو مع الوزراء، هناك إشراف ملكي مباشر على الورش ديال المسألة ديال الصحة في المغرب بشكل عام. كذلك المكانة ديال الصحة ماشي فقط كحق دستوري المواطنين، ولكن كرافعة وكركيزة من ركائز ديال التنمية والأمن الاستراتيجي الصحي للمغرب والسيادة الصحية للمغرب، وكذلك المكانة ديالو مكانة المغرب في الريادة لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الجهوي. المنظومة الصحية بشكل عام كيمكن لينا نقولوا كتعتمد على ثلاثة العناصر. لا. العنصر الأول هي الحاجيات، الأمراض هذه طبعا موجودة في جميع المجتمعات. العنصر الثاني هو الطلب، ومن جلالة الملك أمر بالتعميم التغطية الصحية سهل المواطنين الولوج للصحة، بمعنى ترفع الطلب كان من ضروري كمرحلة لاحقة، لأنه خصنا نأهلوا المنظومة الصحية ديال المغرب باش تكون مواكبة لهذيك الطلب اللي ترفع. فإذا هذا القانون الإطار هو جاب باش يرفع العرض الصحي في المغرب من حيث الكم، من حيث الكيف، الوفرة والجودة ديالو باش يواكب التغطية الصحية والتعميم التغطية الصحية في المغرب. الدكتور حمدي، هذا مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية هو بدون شك مشروع إصلاحي مهيكل كيعتمد على 4 ديال الدعامات الأساسية. الدعم الأولى إذا سمحتي كتهدف إلى اعتماد حكمة جيدة، ضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكمة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي استراتيجيا مركزيا ومحليا. هذه الدعامة دكتور كيفاش يمكن لها تساهم في تحقيق العدالة الصحية وتمكن المواطنين في جميع جهات المملكة من الوصول للخدمات الطبية؟ في المغرب كان عنده تشخيص الوضعية الصحية وبعد مكامل الخلال ديال العرض الصحي. المغرب حقق إنجازات كبيرة في ميدان ديال الصحة، ولكن طبعا هي دول انتظارات لا ديال جلالة الملك ولا ديال المواطنين المغاربة، ولا حتى مع الإمكانيات اللي كيتوفر عليها المغرب كان يمكن لنا تكون عندنا مؤشرات صحية أفضل لو كنا اشتغلنا عليها بطريقة أخرى. اليوم حل الوقت باش تتم هذه المراجعة. مثلا كنلاحظ إلا شفتينا نشوفوا في الأرقام عندنا 500 الأطباء ما بين جديدة والقنيطرة، إذا باقي مناطق المغرب ما عندهاش نفس القوة الأطباء. عندنا إلى هزينا ثلاثة الجهات في المغرب من 12 عندهم 75% ديال الممارسين الصحيين، بينما 12 جهة عندهم فقط 25%. إذا كان من الضرورة يتلقى واحد الحل لهذا الخلل. هذا الخلل هذا ترابي أعطى نتائج
اللي هي مثلا وفيات الامهات اللي شفناها في الباديه، ماشي ما بين الجهات، عندنا اختلالات ما بين الباديه والمدينه كذلك. الوفيات الامهات 2.5 مرات اكثر في الباديه مقارنه مع المدينه. فاذا كان من الضروري في هذا الاصلاح ديال والمراجعه المنظومه الصحيه ما يتم التفكير في واحد خلق عداله اجتماعيه بين الفقير والغني من خلال التغطيه الصحيه، عداله ترابيه من خلال خريطه صحيه وعرض صحي جهوي. فاذا اليوم غادي تكون العروض الصحيه غادي تكون على المستوى ديال الجهات باش يفكروا فيها الناس ديال الجهه من اجل الجهه، خلق منافسة وتنافسية بين الجهات، ولكن كذلك الاستجابة عن قرب للحاجيات ديال المواطنين. طيب بالنسبة لتثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، كذلك الانفتاح على الكفاءات الطبية بالخارج وأيضا الأطباء ديال مغاربة العالم، كيفاش يمكن لهذا الإجراء أنه يساهم في الحد من الخصاص من الأطر الطبية اللي كاينة في بلادنا واللي حدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 97,000 طبيب وإطار تمريضي؟ يعني في المغرب كاين خصاص كبير لهذا الحد. هذا اشكال واشكال عالمي. علاش؟ هاد 97,000 تقريبا الثلث فيهم اطباء في الحاجيات في الخصاص، نعم، والثلثين ديالهم ممرضين تقنيين قابلات وغيرهم بالنسبه للمغرب. هذا الخصاص كبير نظرا للحاجيات اللي عندنا. احنا عندنا مجتمع كيمشي نحو الشيخوخه بحال المجتمعات الاخرى، عندنا الامراض المزمنه، أمراض مزمنة كتطلب علاجات وتمويل وأطباء أكثر واستدامة كتطول. ثانيا جاتنا أزمة ديال كوفيد. أزمة كوفيد بينات أهمية الصحة سواء في الدول الغنية سواء في الدول الفقيرة. فإذا الدول الغنية ولات كتجلب أكثر الأطباء. إلا شفنا مثلا في شمال إفريقيا، في دول شمال إفريقيا، الدول ديال إفريقيا، دول الجنوب، الهجرة الأطباء نزيف كبير جدا. المغرب ما كانش يمكن له يبقى يعني مفاتح، خصوصا كنعرفوا مثلا بالنسبه لاوروبا كيقيموا التكوين ديال واحد الطبيب 330 340 الف اورو باش يتكون طبيب. ملي كيهاجروا لنا اطباء مغاربه معناه عندنا واحد النزيف كان لابد اول حاجه خصو يتوقف، وهذا من خلال نجعلوا الممارسه الطبيه في المغرب ممارسه جذابه باش الاطباء ديالنا يبقاو هنا، اصلاح الاوضاع ديالهم سواء الاجور ولا اوضاع العمل. هذه نفس الاوضاع اللي كاينه في دول اخرى، حتى داخل اوروبا هناك هجره وهجره مضاده. النقطه الثانيه هي نكونوا المزيد من الاطباء، وهنا الدور ديال الجهويه وفتح مراكز جامعيه وكليات كثيره. كذلك القطاع الخاص خصو يستثمر في التكوين الطبي في المغرب لا من خلال، والقطاع الخاص خصو ينفتح كذلك، ويمكن لنا هذوك المصحات والعيادات اللي عندنا في القطاع الخاص يولي واحد المجال ديال التدريب السري ديال الاطباء. فاذا كاين واحد العدد كبير ديال الطرق باش كيمكن لنا نوقفوا الهجره، بل يمكن لنا نعكسوها. هذوك الاطباء المغاربه اللي في الخارج الاغلبيه فيهم يعني بالربع ديال الاجور اللي كيلقاوها في اوروبا، الى لقاو غير الربع ديالها والثلث ديالها في المغرب غادي يرجعوا ليها، لانهم كيفضلوا يكونوا في المجتمع ديالهم. فاذا كيمكن لنا نحاربوا هذه الهجره، بل كيمكن لنا نعكسوها ونزيدوا تكوين الاطباء اكثر. كذلك المغرب راه دخل دابا مثلا من 7 سنوات لست سنوات اصلاح المنظومه ديال التعليم والتكوين الطبي. هذه كلها طرق كثيره باش يمكن لنا نتغلبوا على المشكل ديال الاطر البشريه والموارد البشريه. طيب بالنسبه لتيسير ولوج الخدمات الطبيه والرفع ايضا من الجوده ديالها والتوزيع العادي للخدمات الاستشفائيه، هي من مرتكزات الدعامه الثالثه اللي في هذا المشروع القانون الاطار. كيفاش يمكن لنا نحققوا هذه الاهداف دكتور؟ النقطة الأولى والمهمة والكبيرة هي خصنا الجاذبية ديال القطاع العام. في القطاع العام هذه بينتها في جميع الدول، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الليبرالية، القطاع الخاص. ملي جات الأزمة ديال كوفيد وهي أزمة صحية، الدولة المال العام تعطى للقطاع الخاص، لا في البحث العلمي ولا في العلاج ولا في التشخيص ولا في التيست. بمعنى على أنه القطاع ديال الصحة ما يمكنلوش يكون إلا تحت الرعايه ديال الدوله. القطاع العام خصو يكون عنده جاذبيه. النقطه الثانيه هو انه ملي كنصلحوا القطاع العام ونردوا عنده جاذبيه، خصنا نعرفوا بلي اليوم عندنا 14 مليون مغربي، كاين واحد الميزانيه ديال الفلوس اللي عندهم، من كل 100 درهم اللي كتصرف ديال التغطيه الصحيه الاجباريه في المغرب، القطاع الخاص كياخذ 90 درهم تقريبا، القطاع العام كياخذ غير 10 درهم. اليوم غادي تزادوا 22 مليون مغربي في التغطيه الصحيه، 14 مليار ديال الدرهم اللي غتزاد، 9 مليار منها ديال الدوله. ما يمكنش القطاع العمومي يبقى سد عينيه على هذه الاموال. اذا القطاع العمومي من مصلحته
يصلح ويصلح الجاذبيه ديالو باش تكون خدمات لحق المواطن اللي بغى يتعالج في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بنفس الجوده. وملي كنصلحوا القطاع العام كتولي التنافسيه مع القطاع الخاص وكنقصوا التكلفه. والحاجه الثالثه هذه طريقه جديده باش نديروا التمويل ديال القطاع العمومي بدون ما نقلبوا في الميزانيه ديال الدوله، نمولوا المستشفى العمومي الخدمه العموميه من خلال التغطيه الصحيه والميزانيه ديال التغطيه الصحيه. نتكلموا الان على الركيزه الرابعه دكتور اللي كتوخر الرقمنه ديال المنظومه الصحيه عبر احداث منظومه معلوماتيه مندمجة لتجميع المعلومات والمعالجة ديالها واستغلالها. كيفاش يمكن يساهم هذا الإجراء في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين وتتبع الملفات ديال المرضى؟ نبداو بملفات المرضى لانه هو النموذج ديال الرقمنة. ملي كنتكلموا على الرقمنة اول حاجة كتجينا للذهن ديالنا هي واحد الملف طبي مرقمن ديجيتاليزي ديال المريض. ملي كيكون عندنا ملف طبي اولا كتكون عندنا واحد الشفافية واحد التتبع ديال المسار ديال المريض، ما كيضيعش هو الوقت ديالو. الا عنده حساسيه كتسجل في الملف ديالو، الا خدا شي ادويه خدا شي تحاليل ما كيضطرش باش يعاودها مره اخرى. ما كنضيعوش الوقت ديال الاطباء والمهنيين الصحيين في الاتصالات بالتليفون ولا بغيرها باش نعرفوا الملف الطبي ديال واحد المريض. اذا احنا كنربحوا من الناحيه الماليه، كنربحوا من الناحيه ديال الوقت ديال المريض، والوقت ديال المريض راه فلوس وراه الصحه والحياه ديالو. ولكن ما كايناش غير ملف طبي، كذلك الرقمنه كتعني ملي كنديروا الرقمنه ديال المستشفى ولا ديال القطاع الطبي ككل، كنربحوا هذوك المستشفى واحد العمل قاعد العمليات اللي ما كتشتغل غير 30% من 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 الطاقه ديالها كتشتغل. عندنا اطباء مثلا طبيب كيدير عمليه اليوم هنا وبينما يمكن له يدير جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال العمليات. كذلك ما ننساوش بانه الرقمنه حنا في العصر ديال الرقمنه وعندنا لا كونيكتيفيتي الانترنيت وراه غادي تجي لا 5 جي. هادو الرقمنه هادو لي نوفيل تكنولوجي، خصنا نعرفوا بان احنا اليوم داخلين على التكنولوجيات الجديده. وفي المعمل ديال بن سليمان في المصنع ديال بن سليمان كاين لا بيوتكنولوجي، كاين الادويه الحيويه الجديده. اذا هذه الرقمنه غادي تساعدنا باش ننتقلوا في الطب عموما كنقولوا، يعني باش نختصروا كاين الطب 1.0 الاول اللي كان فيه المريض كنعالجوه انتهى، كاين 2.0 اللي كان المريض كيشارك غير بالمعلومات، كاين دابا حنا غندخلوا في واحد المرحله جديده اللي المريض في المنظومه الصحيه كيولي حتى هو جزء من العلاج، كيمكن لك دير له تشخيص عن بعد، الطب عن بعد، العمليه الجراحيه عن بعد، هادشي كله كيخصنا الرقمنه وكيخصنا التكنولوجيا الجديده. فاذا الرقمنه هي واحد الباب كيفتح لنا ترشيد النفقات ديال الوقت ديال العلاج ديال صحه المريض، الجوده ديالو كتحسن، ولكن كذلك كيفتح لنا الباب على المستقبل. شكرا جزيلا لك دكتور طيب حمدي الباحث والطبيب الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحيه على كل هذه المعلومات. مرحبا. اهلا. مشاهدينا مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس برئاسة جلالة الملك نصره الله يهدف للرفع من أثار عملية الاستثمار لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص للشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعملات في جلب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار. عماد أمس مير سعيدة إدريسي وأحمد الحمري. مشروع القانون للإطار بمثابة ميثاق الاستثمار والذي صادق عليه المجلس الوزاري يوم أمس يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما هو الحال هنا بقطب صناعة الطيران بالنواصر والذي يعتبر منصة جذب للاستثمارات الكبرى للمجموعات الصناعية العالمية وحدات متخصصة في صناعة مختلف أجزاء الطائرات بما في ذلك الأجزاء الدقيقة كمحركات الطائرات ذات التكنولوجيا العالية. عندنا الاستثمارات، عندنا ليزيكو سيستيم يعني المحرك، كاين الايروستركتور يعني الفيزاج تاع الطائرة، ورحنا كنشتغلوا بصفة قوية على تطوير صيانة المحركات والطائرات وعلى الهندسة. الهندسة راه قطع مهم جدا اللي غادي يكون فيه ان شاء الله استثمار قوي، وفي الصيانة اللي كتطلب حتى هي استثمارات قوية اللي كتكون من طرف شركة كبرى ولكن كتجلب معها شركات متوسطة وشركات صغيرة.
142 مقاولة كبيرة ومتوسطة اختارت أن تستقر بقطب صناعة الطيران بنواصر للاستفادة من مناخ الأعمال الذي توفره بلادنا. هي دينامية استثمارية كبيرة يشهدها قطاع الطيران، دفعت بمجموعات عالمية رائدة في هذا المجال لتوسيع استثماراتها المتواجدة بمنطقة النواصر، ستعززها أيضا مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار. قطاع صناعة الطيران في بلادنا يمكن اعتبارها قصة نجاح، هي نموذج يحتذى. المغرب راهنا على هذا القطاع، أعتقد على أننا كسبنا الرهان. اليوم المغرب هو ضمن نادي الكبار، هو ضمن دائرة ضيقة من الدول النشطة في قطاع صناعة الطيران. الحمد لله في هذه العشرين سنة الماضية المغرب برهن على 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 قوته في الميدان، واليوم قاعدة الطيران في المغرب معروفة، وغادي تزيد مع هذا الميثاق غادي تزيد تسهل، لأن الهدف الأول تاع هذا الميثاق هو تسهيل الاستثمار. والحمد لله غادي يكونوا نتمنوا يكونوا عاوتاني شركات مغربية الأصل ولا أجانب اللي يجوا يستثمروا في القطاع. هي قصة نجاح باهرة لقطاع صناعة الطائرات بالمغرب خلال العقدين الماضيين، قطاع سيتعزز نجاحاته مع ميثاق الاستثمار التنافسي الجديد، خاصة مع توفر بنية تحتية ملائمة ومتطورة في مختلف جهات المملكة. وننتقل اللحظة إلى المنطقة الصناعية الحرة للقنيطرة، وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل مهدي محب رفقة ضيوفي الكرام لإلقاء مزيد من الضوء ولمناقشة الميثاق الجديد للاستثمار. مهدي مساء الخير ولضيوفك الكرام. مساء الخير زميلتي مريم، ومساء الخير لكل المشاهدين الأفاضل. إذن ميثاق الاستثمار الجديد يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار. هذا الميثاق هو عبارة عن مشروع يهدف إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، سيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعملات في جلب الاستثمارات، بالإضافة إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وتحقيق التنمية المستدامة. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين، السيد خالد بن علي وهو خبير اقتصادي. سيد بن علي مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. كما أرحب أيضا بضيفي الآخر السيد وديع صالحي وهو مدير وحدة صناعية خاصة بصناعة السيارات. سيد وديع أهلا بك معنا. شكرا على الاستضافة. إذا نبدأ معك سيد بن علي، ميثاق تنافسي للاستثمار كما أراده جلالة الملك حفظه الله يأتي في سياق تنزيل نموذج تنموي جديد، إلى أي مدى يشكل هذا الميثاق إطارا تحفيزيا جديدا يسهل مرحلة استراتيجية في دعم الاستثمار وترسيخ الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة؟ أولا لابد من الإشارة على أن ميثاق الاستثمار الجديد يكتسي أهمية بالغة في مسار التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا، على اعتبار أنه يشكل إطارا مرجعيا سيمكن أولا من تأطير حكامة الاستثمار العمومي، ثانيا من خلق توازن بين الاستثمار العمومي باعتباره أداة لتحفيز نمو الاقتصادي، والاستثمار الخصوصي باعتباره أداة لإنتاج الإنتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل وتعزيز المقاولات. ويندرج هذا السياق الذي الاختيارات الكبرى للميثاق الاستثمار في مسار نموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي وضع من بين أهم محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني، تنويعه وتنافسيته من أجل خلق فرص شغل قارة وواعدة، وكذا خلق القيمة المضافة. الجانب الثاني المهم هو أن بموجب هذا الميثاق سيتم تغيير التوازن أو النسب بين القطاع الاستثمار في القطاع العام والقطاع الخاص. حاليا القطاع العام تقريبا يمثل ثلثي الاستثمارات وثلث بالنسبة للقطاع الخاص. ما يصبو إليه النموذج التنموي عبر هذا الميثاق هو تحويل هذه النسب إلى 65% للقطاع الخاص
يعني ثلثي القطاع الخاص وثلث للقطاع العام. وهنا من كيف سيتم هذا؟ اولا الميثاق الاستثمار جاء بمجموعه من الاليات، اولا لتدارك الهفوات التي سبقت والنقائص التي اعترت المشاريع السابقه، وثانيا خلق ديناميكيه جديده بالنظر الى التحولات العالميه في مجال المقاوله، في مجال التنافسيه، في مجموعه من القطاعات. نعم. وثالثا بخلق الجانب الثالث الذي يمكن ان نركز عليه، وان هو الترسانه القانونيه المواكبه التي ستتم مراجعتها، كالقانون المتعلق بالمراكز الجهويه للاستثمار، وكالقانون المؤطر للجهات، وتاطير تبسيط المصادر الاداريه، يعني مجموعه من الاوراش التي بدات المملكه في نهجها والتي تسير في اتجاه تصاعدي. ولعل أهمية هذا تكمن في كونه تم في كون عرضه مساء أمس على أنظار المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، علما بأنه كانت سبقت واجتماعات مع العاهل المغربي أعطى بمناسبتها مجموعة من التعليمات والتوجيهات التي أخذت بعين الاعتبار وسيقت في الصيغة الحالية التي ربما ستدخل في مسار المصادقة وتنزيلها على أرض الواقع. نعم السيد وديع، سؤالي لك، إلى أي حد سيجعل الميثاق جديد للاستثمار المملكة وجهة استثمارية متميزة على المستويين القاري والدولي؟ أهم ما يميز هذا الميثاق الجديد للاستثمار الذي يأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هي الصفات التي يحملها، فهو يعرف عن نفسه بنفسه، يعني بغض النظر عن التفاصيل يحمل، يمكن تلخيصها يعني هذه الصفات التي يحملها يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط مهمة، اللي هي أول نقطة التنافسية، فهو ميثاق تنافسي استثماري يعرف عن نفسه كميثاق تنافسي على مستوى الجودة وعلى مستوى مناخ الاستثمارات، وكذلك على مستوى مهارات اليد العامل. النقطة الثانية فتوجه نحو يعني مشاريع ذات قيمة مضافة، سيضفي هذه القيمة المضافة في حد ذاتها على تبوء المملكة مراكز جد مهمة في لوائح جذب الاستثمارات الأجنبية، وأخص بالذكر الصناعية منها، لأنه جلب تكنولوجيات جديدة وآليات جديدة ستمكن المملكة من رفع سقف التطلعات ايضا على مستوى الفني وعلى المستوى الاستثماري. نعم سيد بن علي، بما يتضمنه هذا الميثاق من دعامات، الى اي حد سيحدث الاطار الجديد للميثاق قطيعه مع المنظور الجامد لمواكبه الاستثمار ومسايره ايقاع الاصلاحات الاستراتيجيه في هذا المجال؟ اولا عموما في الجوانب الاقتصاديه حين يتعلق الامر بالاستثمار، الاستثمار هو عملية تهدف إلى ضخ رؤوس أموال في الحركة الاقتصادية، وضخ رؤوس الأموال منذ البداية إلى النهاية فيه مجموعة من الميكانيزمات تدخل في سلاسل الإنتاج، لأنه ما هو المقاولة ما هو المشروع، ورؤوس الأموال توضع، هناك اقتناء معدات مقر، هناك اقتناء معدات، هناك موارد بشرية، هناك مواد أولية، بمعنى حركة تجمع جميع الفاعلين في الاقتصاد. والفاعلين في الاقتصاد هما خمسة، هما المقاولات، الأسر باعتبار المستهلك، باعتبار المنتج، المؤسسات المالية، والدولة، إضافة إلى باقي دول العالم بالنسبة للعملية التصديرية. إذا لما نتكلم عن ميثاق استثمار جديد بمعنى أنه أخذنا العبرة من السابق، لأن المعيقات الحالية للاستثمار نتوفر على نسبة مهمة من الاستثمار تقريبا 33%، تفوق المعدل العالمي للاستثمار، ولكن المردودية ديال الاستثمار ضعيفة لأن معدل الإنتاج نتيجة الاقتصاد لا تتعدى 4%. إذا هذا إشكال مطروح، نحن نتوفر أعلى معدل اليوم من خلال الترسانة القانونية، من خلال تبسيط المساطر، من خلال الرقمنة، من خلال مجموعة من التوجهات، والرغبة وما هو أهم هو الأهمية القصوى لهذا المشروع التي يولي إلى العاهل المغربي لهذا المشروع على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية. فهذه الورش سيحدث قفزة نوعية وتغير على مستوى الاقتصاد الوطني. ثم أن الدعامات الأربع التي جاء بها دعامات توجه إلى جميع أنواع بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن لما نتكلم عن القطاعات الواعدة، هناك مثلا قطاع صناعة السيارات والطائرات، هذا ثم هناك اليوم نقاش ثاني، ما هو الدور الذي سنعطيه للمقاولات الصغرى والمتوسطة في هذه العملية؟ ثم كيف ما هو الدور للجهوية؟
والجانب الآخر بالنسبة للمهارات كما أشار الأستاذ وديع، النقاش مطروح حول البحث العلمي، حول دور البحث العلمي كعملية منتجة، لأن البحث العلمي هو الفكرة هو المشروع. إذا اليوم في هذا الإطار وفي هذا السياق لما نتكلم عن الاستثمار لا يرجى منه إلا الخير، ولكن هذا يكتسي أولا أن نتوفر اليوم على إدارة ديناميكية، على مساطر إدارية مبسطة، على سهولة ومرونة في الولوج إلى القروض، في تكوين وربط تكوين بسوق الشغل وتوفير حاجية سوق الشغل. ثم أن اليوم الهدف اللي ربما نسبه لنا هو مصطلح صنع في المغرب، يعني أنه نخلق اقتصاد تنافسي ونقلل فيه نسبة التبعية والارتباط بالأسواق الدولية والمنتجين الدوليين، ونخلق منتوج صنع بالمغرب منتوج ميد إن موروكو. وهذا المنتوج هو ليس توفر وبلوغه هو إشارة حقيقية على نجاح المنظومة الاستثمارية والاقتصادية في المغرب. نعم، أعود إليك سيد وديع. نقطة أشار إليها سيد بن علي وهي أن من أهداف الميثاق الجديد للاستثمار رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035. سؤالي، يعني الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي تكتسي إذن أهمية بالغة لإنجاح تنزيل هذا الميثاق، ليس كذلك؟ هذا بطبيعة الحال، فالكل يدرك يعني أهمية القطاع الخاص والدور اللي كيلعبوا أو رؤوس الأموال الخواص والدور اللي كتلعبوه في تنمية اقتصادات العالم يعني بأجمعها. وهذا الميثاق الذي سيعتمد بشكل أساسي على منظومة كبيرة، أقول منظومة من الشركات المتوسطة والصغيرة المشار إليها التي تعتبر دعامات الاقتصادات العالمية ودعامات الاقتصاد الوطني أيضا. فإذا بتخصيص يعني هذه الآليات الداعمة لهذه المقاولات، فسوف نخلق شراكة فعالة بين هذا الميثاق وهذه المقاولات من أجل تطوير أولا يعني بصفة عامة الاقتصاد الوطني والاستثمارات الوطنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وكذلك تطوير المهارات. وهنا أرجع لنقطة البحث والتطوير، البحث العلمي والتطوير اللي أشار لها الزميل، اللي هي كتبقى دائما يعني النقطة الأساسية في جذب استثمارات انتقائية وجذب استثمارات ذو قيمة مضافة عالية. نعم سيد بن علي، نحن نتحدث الآن عن الميثاق الجديد للاستثمار، لابد أن نتساءل عن دور الجهوية المتقدمة في تنزيل الأمثل لهذا الميثاق بغية تحقيق عدالة مجالية واجتماعية. أولا للإجابة على سؤالكم، لابد من الرجوع إلى محاور النموذج التنموي الجديد بخصوص الوظائف وأدوار الدولة. فالنموذج التنموي يقترح بالنسبة للوظائف المقبلة المجيد الجديدة للدولة أن تكون للدولة باعتبارها ذات وظائف استراتيجية، دولة حامية وضابطة للوظائف السيادية، دولة فعالة وقادرة على تنزيل البرامج العمومية. وانطلاقا من هذا المنطلق، فالوظائف الجديدة للدولة هي وظائف التي ستعتمد على التوجيه وعلى تقييم السياسة العمومية وعلى تقنين وضبط العمليات المرتبطة بالاستثمار والإنتاج. وفي هذا السياق يبدو اليوم على أنه سيكون للجهوية دور كبير في تنشيط الاستثمار في المغرب. ونعود وإذا عدنا كذلك إلى ورش الجهوية الذي تم تنزيله، فالجهوية لم تعد ذلك القطب الجهة الإدارية، بل أصبحت جهة ذات صبغة اقتصادية وعليها أن تعرف باستثمار بإمكانياتها وفرصها وأن تبحث عن الاستثمارات، لأنه أن المجالس الجهوية مطالبة بالتعريف بالجهات والبحث عن الاستثمارات. ثم أنه اليوم حين نتكلم عن المراكز الجهوية الاستثمار، فلتبسيط الاستثمار داخل الجهات، وهنا يجب أن تقوم الجهة وجميع الفاعلين المعنيين بالعمل على المجال الترابية بأول عملية تحسيس، عملية الانفتاح على العالم المقاولة من أجل إبراز المقومات والمؤهلات المنطقة سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، الانفتاح على الكلية من أجل تأطير الباحثين مسبقا، لأن لا ننتظر حتى
ينتهي الطالب من تكوينه أن يبحث عن ربما من البداية نخلق عنده فرصة ثقافة المقاولة، ثم أنه اليوم ربما حتى على مستوى التعليم هي العنصر البشري على المستوى الجهوي لا بد من بحث عن ميكانيزمات لربط التعليم بسوق الشغل عبر خلق فرص وشراكات ما بين الفاعلين الاقتصاديين وبين الجامعات من أجل ولوج أثناء مراحل الدراسة للطلبة التكوينية، لأن من هنا غادي نخلقوا جيل قادر، جيل جديد قادر على مواجهة التحديات، على الاستثمار وعلى رفع تحديات التنمية. ومن هنا من هذه البداية هنا كيبدا الأهمية ديال الجهوية، لأن الاستثمار مرتبط بمنطقة، مرتبط بمقر في مدينة معينة. نعم سيد وديع، أنتم كفاعلين في مجال الاستثمار، كيف ترون آفاق تنزيل هذا الورش والأثر الذي سيحدثه على المستوى الاقتصادي؟ بالفعل كنظن بان الرسائل واضحه جدا، يعني بكل ما تضمنه التقرير الوارد على الميثاق، هذا الميثاق الوطني للاستثمار والابعاد ديالو على يعني الاقتصاد الوطني والتاثير ديالو المباشر على الاقتصاد الوطني، فما يمكنش نقول من غير ان يعني المملكه بتوجيهاتها يعني برياده صاحب الجلاله الملك نصره الله وبإرادة قوية ديال شعبها دونك على الطريق الصحيح. وهذا الورش يعني أنا أسميه ورش لأنه فيه تشاركية جماعية اللي كتلزم من الجميع بعض المجهودات وبعض التركيز، ما هو إلا تأكيد لجاهزية الاقتصاد الوطني لتبوء أحسن المراكز على مستوى اقتصادات المنطقة ولما لا حتى على مستوى اقتصادات الدولية. نموذج حي لأكمل الزميل السي بن علي الميد ان موروكو يعني صنع في المغرب، فأنا أمثل وحدة صناعية مغربية 100% برأس المال وبتكنولوجياتها ومهاراتها من تصميم مرورا بالإنتاج يعني إلى ضمان الجودة كفئة رقم واحد مورد مباشر لمصنعي السيارات. و الحمد لله وفقنا الله اننا وصلنا اننا نصدر جميع منتجاتنا لمصانع اخرى في انحاء العالم بالخصوص في اوروبا. نعم اذا وديع صالحي مدير وحده صناعيه خاصه بصناعه السيارات، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. كما اشكر ايضا ضيفي السيد خالد بن علي وهو خبير اقتصادي سي بن علي، شكرا جزيلا لك. شكراً ايضا. شكرا على وجهك. اذا مشاهدينا بعد انتهاء هذا الحوار اعود اليك زميلتي مريم هناك في بلاطو الاخبار بالعاصمه الرباط. شكرا جزيلا لك مهدي ولضيفيك الكريمين. اليهود المغاربة داخل المملكة وخارجها أشادوا بالتدابير الجديدة المتعلقة بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية، وجاء في بلاغ لمجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب أن الطوائف اليهودية المغربية في المملكة والعالم تشيد بوجاهة وحكمة التدابير التي تم إعدادها من أجل إنشاء تنظيم جديد للطائفة اليهودية المغربية قادر على ضمان تدبير فعال ومتناغم لها على مجموعة التراب الوطني. وأعرب اليهود المغاربة عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه التدابير الجديدة وعطفه السامي، وهو ما يلبي تطلعاتهم من خلال تقوية أواصر الولاء للعرش العلوي المجيد التي لا تنفصم منذ قرون. في موضوع آخر، تم اليوم تنصيب السيد عبد الرحيم هومي الذي عينه جلالة الملك نصر الله مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وخلال هذا الحفل تم التأكيد على أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة غابات المغرب 2020-2030 التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك يشكل تحولا جذريا في تدبير المجال الغابوي بالبلاد. ونبقى مع المجال الغابوي الذي يتكبد خسائر جسيمة بفعل الحرائق. جهة طنجة تطوان الحسيمة تعيش على وقع بؤر متعددة للحرائق تأججت بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح. فرق الإطفاء لازالت تواجه ألسنة اللهب كما هو الحال بساحل المنزه بالعرائش، كما تطلع نازينة إتلامين رفقة سعيد ناجح. تتصاعد كتل الدخان تغطي أديم السماء، النار تلتهم الأخضر واليابس،
حرارتها تخنق الأنفاس. الغابة استحالت إلى هشيم، تزحف الأدخنة على الدواوير المجاورة ليضطر البعض لإخلائها. بنتنا العافية تلحت هنايا، بدات غاب شوية شوية، نقزات لهاد الجيال هنايا وبقات غادة راسها اللي الكل حتى ثلاثة الصباح نعسنا حنايا. واليوم رحنا طلعنا حتى العزيب الفوقي كنشوفوا الناس تما ضرات بزاف. كالأشباح بدت الأشجار المحترقة يغطي الرماد جوانبها. جاءوا البومبيا يوم يطفيوا بالليل، داك الشيء بيني وبينك راه صعيب، ما جاد لا جاد الله، والله يدير لي فيها الخير. من تارة لأخرى تعود النار للإشعال في مناطق أخمدت فيها بسبب هبوب الرياح. النار أتت على 50 هكتارا. يوجد يعني في حي المكان كل متدخلين على المستوى البري على المستوى الجوي مؤازرين بسبعة ديال الطائرات، ثلاثة ديال الطرق الملكي من نوع تيربوتراش، وكذلك أربع طائرات من نوع ديال الكنادير ديال القوات الملكية الجوية. برا وجوا تطارد ألسنة النار، حرب ضد حرائق تتسع دائرتها وتلتهم كل شيء. يوم صعب تشهد بعض مناطق شمال المملكة بفعل نيران تنشب عند كل صيف. إقليم العرائش بدوره يشهد حرائق تحديدا على مستوى طريق سيار الرابط بين العرائش وطنجة، والمجهودات متواصلة إلى حدود هذه اللحظة لإخمادها. لمزيد من التوضيحات ينضم إلينا مباشرة من عين المكان الزميل ياسر العمراني. ياسر مساء الخير، هل من جديد لديك؟ كيف تبدو الأجواء؟ أهلا بك مريم، مساء الخير. نتواجد الآن على مشارف إقليم العرائش تحديدا بجنبات الطريق السيارة المؤدي للإقليم، حيث تابعنا عددا من الألسنة النيران تظهر لك من بعيد، وهي النيران التي تسببتها حرائق غابوية متعددة ومتفرقة. للحديث عن هذا الموضوع يحضر معي السيد فؤاد عسالي، وهو رئيس المركز الوطني لتدبير خطر حرائق الغابات. السيد فؤاد أهلا بك. أولا، هل لك أن تقربنا من الوضع الراهن فيما يتعلق بهذه الحرائق وطنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكما يعني تكلمنا في هذا الموضوع، فهناك 5 حرائق على المستوى الوطني. كاينين 2 في إقليم العرائش، واحد كاين في وزان، واحد كاين في تطوان، وكاين واحد في تالا. وهذه الحرائق فهي في نفس الوقت هي متزامنة مع واحد ظروف مناخية جد قاسية. هناك هبوب ديال واحد الرياح اللي كتوصل 25 حتى 30 كيلومتر في الساعة، اللي كتزيد في السرعة ديال الحريق. وكذلك هناك ارتفاع ديال درجة الحرارة اللي كيوصل على حسب المناطق على المستوى الوطني 42-46 درجة حرارية. هذو هما المعطيات على المستوى الوطني لحدود الساعة. إذن كسؤال ثاني، هل يمكن الحديث بخصوص الحصيل الأولي للمساحات المتضررة من جراء هذه الحرائق؟ نعم، يعني كحصيلة مؤقتة، لأنه هذه الحرائق لا زالت متواجدة بعين المكان. فالحصيلة يعني المساحة الإجمالية على المستوى الوطني المتضررة في هذه اليومين هي تناهز ما يقرب تقريبا 1390 هكتار. ففي 2 الحرائق ديال العرائش يعني هناك 880 هكتار متضرر. ففي وزان هناك 190 هكتار، 20 هكتار في مدينة تطوان يعني بالخروب، وكذلك 300 هكتار إضافية اللي تم تسجيلها اليوم في تاهلة بتازة. هذو هما البؤر اللي مشتعل على المستوى الوطني، لكن يعني الفرق لا على المستوى البري لا على المستوى الجوي. فهناك خطط متكاملة وواحد الإصرار. سيد فؤاد، نعم. تتحدث أكيد عن الخطط من أجل إخماد هذه الحرائق، يجرنا لسؤال آخر فيما يتعلق بالوسائل اللوجستية والبشرية التي سخرتموها لاحتواء والسيطرة على هذه الحرائق.
نعم، الإشكالية ديال حرائق الغابات على المستوى الوطني فهي هناك يعني بزاف ديال المتدخلين وهم مشكورين من هذا المنبر. يعني هناك وزارة الداخلية طبعا، القوات المسلحة الملكية، القوات الملكية الجوية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية اللي كيديروا واحد الخدمة يعني جد جد فعالة، وطبعا هناك المياه والغابات وكذلك السلطات المحلية. فهناك خطط كما قلت متكاملة، هناك إصرار من جميع الفرقاء لا على المستوى البري لا على المستوى الجوي لتحويط هذه الحرائق. فالمعدل لكل بؤرة على المستوى الوطني ما بين 200 إلى 400 إلى 450 عنصر مكونين من الفرقاء اللي قلت، مؤازرين طبعا بطائرات ديال الكنادير ديال القوات الملكية الجوية، أربعة طائرات، ومؤازرين كذلك بسبع طائرات ديال الدرك الملكي من نوع التيربو تروش. هذه هي المعطيات المحينة هنا من مركز القيادة بمدينة العرائش كذلك، وفي المستقبل ممكن أن نوافيكم بمعطيات جديدة. وشكرا. شكرا لكم السيد فؤاد عسالي، أنتم رئيس المركز الوطني لتدبير خطر حرائق الغابات، نتمنى أكيد لكم التوفيق في هذه المهمة. إذن مريم كانت هذه أهم المعطيات التي أخذناها هنا من إقليم العرائش، وأكيد كل الأطقم تسارع الزمن من أجل الإحاطة بهذه الحرائق وتطويقها. شكرا جزيلا لك ياسر ولضيفك الكريم، كنتما معنا مباشرة من مدينة العرائش. وما بين العرائش وسيد اليمني تم فتح الطريق السيار في وجه حركة السير بعد إغلاقها سابقا بفعل الحرائق. حركة السير على هذا المحور الطرقي عادت إلى طبيعتها بعد التمكن من إخماد النيران التي اندلعت في مناطق متفرقة بإقليم العرائش. حرائق الغابات لم تسلم منها أيضا الغابات بإقليم تازة، حيث أتت النيران على حوالي 300 هكتار وفرق الإنقاذ تواصل إخماد ألسنة اللهب. للتغلب على الحرائق تم استخدام طائرتين من نوع كنادير بالإضافة إلى العناصر البرية، كما تم إجلاء 6 دواوير بجماعات سميحة. ريبورتاج رضا عامة ومصطفى الزاهري. حوالي الساعة 9 من صباح اليوم اندلع حريق بغابة باب الزهر الرحى التابع للجماعة الترابية الصميعة إقليم تازة، حريق تعبأت له السلطات المحلية، القوات المساعدة والمياه والغابات، الدرك الملكي، بالإضافة إلى القوات المسلحة الملكية بهدف السيطرة على الحريق، كما تتواصل عملية إجلاء الساكنة المجاورة للمنطقة الغابوية. حصرنا من كل جهة، حصرنا من جهة ديال النبدات، يعني من جهة عين الرحى. من هنا كيقولوا لهم من تما بدات هبطات عند الحداد، الا تما واحد السيد راه محاصراهم. دابا بعدا هما صيفطوا لنا الترونسبور جابونا، ولكن راه باقيين تما ناس، باقيين تما شي ناس خصهم يرجعوا عندهم عاود يجيبوهم. غاتونا الناس الملاح، الناس الملاح الجواد، الله الله يعمرها هاشلعه، الله يرحم والديهم. الإجراءات اللازمة اتخذت بهدف تضييق رقعة انتشار الحريق، بالإضافة إلى الاستعانة بطائرتي كنادير، فيما الحصيلة الأولية تشير على أن ألسنة النيران أتت على 300 هكتار. وعن الخسائر فتم تسجيل حوالي تقريبا كنتائج أولية 300 هكتار، هذا بالإضافة أن القوات المجهودات اللي كانت تدخلات الأرضية فتم تعزيزها بتدخلات جوية عن طريق استعمال طائرتين كنادير. لم يتم السيطرة على الحريق نظرا للصعوبات التضاريس، صعوبات الجو اللي كان اليوم الحرارة مرتفعة. وإلى حدود اللحظة لازالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق رغم الظروف الصعبة المتمثلة في التضاريس الوعرة لمنطقة وهبوب الرياح القوية التي تعرقل عملية الإخماد. وبجماعة جبل الحبيب بإقليم تطوان تواصل فرق الإنقاذ وعناصر المياه والغابات تدخلاتها لإخماد النيران التي أتت على العديد من الأراضي الفلاحية وبعض المنازل. فارتفاع درجة الحرارة وقوة الرياح أججتا من ألسنة اللهب، فيما تبقى أسباب الحرائق مجهولة لحد الساعة. وصل إمغري وعبد العلي جنون. جماعة جبل الحبيب بإقليم تطوان حيث اندلعت حرائق مهولة منذ الساعة الثانية من زوال اليوم، وأتت لحد الساعة على مساحات مهمة من الغطاء الغابوي. حريق يتزامن اندلاعه مع هبوب رياح شرقية قوية وارتفاع في درجة الحرارة.
شوش هاد كتهضر العافيه ما حبستش شي مره فهمتي دخلت المنازل فهمتي حتى المنازل وهادي فهمتي مشاو الحيوانات مشاو فهمتي حط الخساره كبيره تمع شي لواحد هاد النهار والعافيه كدقدقه هودات في وسط الدشار وقعت واحد الخساره كبيره فهمتي تحرقوا الكسيبات تحرقوا الديور تحرقوا راه وصلت حتى السبد الخروف كلشي مشانا اللهم لك الحمد مشانا الزيت مشانا الزيتون مشانا الحوايج مشانا كلشي الجلاد كلشي النيران أتت على أشجار الزيتون وهكتارات من المزروعات كما دهمت الحرائق العديدة من المنازل مما استدعى التدخل الفوري لفرق الوقاية المدنية والدرك الملكي وفرق المياه والغابات ومحاربة التصحر مجهود يعني متواصل لمحاصرة الحريق يعني إلا أن الظروف يعني هذه غير يعني غير ملائمة للمحاصرة خسائر يعني كتم يعني في أشجار في حرق غابات ديال الصنوبر الفيليني وكذلك النبات الذرو والأعشاب التنوية وكذلك خسائر بالنسبة للساكنة المحلية بالزراعة ديالهم وأشجار الزيتون كثافة الغطاء الغابوي وصعوبة التضاريس كلها عوامل زادت من ألسنة النيران الملتهبة كما أن أسباب الحريق إلى حد الساعة ما تزال مجهولة كما تشاهدنا من خلفي فألسنة النيران ما زالت تلتهب الهكتارات من الغابة وأتت على الأخضر واليابس فرق مكونة من الدرك الملكي والوقاية المدنية وساكنة المنطقة وجمعيات المجتمع المدني الكل هنا مجند لإخماد ألسنة هذه النيران من منطقة جبل الحبيب للأولى وصل إمغري وعبد العالي قنوني وعلى مستوى أحد المصانع لإنتاج زيت المائدة بالدار البيضاء اندلع حريق هائل ليلة الأربعاء تسبب في انهيار مستودع للتخزين الحريق الذي لم يتم تحديد سببه بعد تمكنت من إخماد عناصر الوقاية المدنية التي أسرعت إلى عين المكان فور إشعارها وقد عبأت لذلك 7 شاحنات سهريج وسيارتي إسعاف الحريق لم يسجل أي خسائر بشرية ولن يكون له تأثير لا على إمداد السوق بزيت المائدة ولا على جودة المنتجات ولا على أسعار البيع نتابع من إقليم أزيلال حيث تواصلت هذا اليوم عملية البحث عن شابين فقدا بعد غرقهما بمياه واد أسكا في منطقة أيت وعرسي خلال رحلة استجمام الحادث استنفر السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية من أجل البحث عن الشقيقين المفقودين البالغين من العمر على التوالي 14 و17 سنة وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر تتراوح درجتها ما بين 41 و45 درجة ابتداء من يوم غد الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة المديرية تتوقع أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح قوية توقعتها اليوم إلى حدود الساعة 11 ليلا بإقليم الحوز وكذا هبوب رياح أحيانا قوية تتراوح سرعتها بين 60 و85 كيلومتر اليوم أيضا مستمرة حتى الساعة 11 ليلا بكل من خريبقة فقيب صالح سطات الحوز الرحامنة مراكش شيشا وقلعة سرغنة اليوسفية وأيضا ورزازات مشاهدينا في الخبر الرياضي تمكنت لبؤات الأطلس من التأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2022 بعد انتصارهن على منتخب بوتسوانا مساء أمس بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله المنتخب الوطني للسيدات حاز في ذات الآن على تذكرة العبور إلى نهائيات مونديال 2023 التي ستقام بشكل مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا تيسا مدريس لبؤات الأطلس إلى مونديال العالم دخلنا التاريخ ومن أوسع أبوابه كأول منتخب نسوي عربي حقق التأهل إلى كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023 بعد الفوز على منتخب بوتسوانا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وبنتيجة 2-1 هي مواجهة مصيرية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا قدم المساندة والدعم في ليلة ضمن فيها أيضا المنتخب الوطني النسوي التأهل إلى النصف نهائي المسابقة القارية لبؤات الأطلس لم يمهلن الكثير للبوتسوانيات وسجلن الهدف الأول في الدقيقة 3 بعد ضربة خطأ نفذتها فاطمة تاغناوت والهدف سجلته سناء مسعودي
الضربات الثابتة شكلت المنفذ والحل ومكنت المنتخب البوتسواني من معادلة الكفة بواسطة اللاعبة كيتو ميتسي ديثبي. خلال الشوط الثاني تمكن المنتخب النسوي من ترجيح كفته بهدف ثاني حمل توقيع رأسية اللاعبة ياسمين مرابط، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الوطني النسوي على منتخب بوتسوانا بهدفين مقابل هدف واحد. بالنسبة للجمهور كنبغي نوجه ليه واحد تحية كبيرة، عاوننا بزاف هذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم، وكنتمنى انه يحضر في المقابلات الجايه باش ان شاء الله نحقوا المبتغى كاملين. والجمهور صراحه كان رقم 12 بالنسبه لينا، عاوننا بزاف ملي كندخلوا للتيران كنلقاوه بلوكي بديك الطريقه، دونك تيعطينا واحد الحافز قوي باش ان شاء الله نخرجوه فرحان من التيران. On a tout simplement préparé le match pour le gagner. استعداداتنا كانت جيدة من أجل الفوز، والانتصار مكننا من التأهل إلى مونديال العالم ومهد لنا الطريق للذهاب بعيدا في منافسات كأس أمم إفريقيا. صحيح أننا نشعر بالسعادة بهذا الانتصار إذ تمكننا من تحقيق هدفنا الأكبر، والآن سنستعد جيدا لدور النصف النهائي والعمل بجد على التأهل إلى نهائي الكأس الإفريقية. بالعلامة الكاملة إذن تمكن المنتخب النسوي من التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا سيدات بعد تحقيقه لثلاث انتصارات متتالية تصدر بها دور المجموعات بتسع نقاط، والانتصار أمام بوتسوانا مهد الطريق نحو لقب إفريقي قد تطفو ملامحه على السطح بعد تخطي عقبة النصف النهائي أمام الفائز في مواجهة الكاميرون ونيجيريا. ومعنا لمناقشة هذا الموضوع الإطار الوطني السيد عبد الله هيدمو، مساء الخير. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. مرحبا بك. لأول مرة المنتخب الوطني للسيدات كيتأهل بالعلامة الكاملة لنهائيات كأس العالم، كيفاش كتقيم الأداء ديال لبؤات الأطلس في هذه البطولة؟ يعني هنيئا للمنتخب الوطني على التأهيل للمونديال أستراليا نيوزيلندا، والأهم اللي كنا حنا تنطلبوا ديما قبل أن المنتخب الوطني يلعب يدوز غير الإقصائيات كأس إفريقيا، ما كناش تندوزو نتأهلو كإقصائيات. هذا إنجاز كبير يعني نفتخروا به ونتمنى لهم التوفيق يعني إن شاء الله في المقابلات القادمة ولما لا في كأس العالم. واش نقدروا نعتبروا بأن نجاح المغرب بالوصول إلى نهائيات كأس العالم هو أول ثمار المشروع الهادف لتطوير كرة القدم النسوية؟ يعني أكيد الحمد لله يبقوا غاديين على هذا النهج اللي غادي في هذا الاهتمام اللي تعطى الكره النسويه اللي كانت مهمشه اللي ما كانش عليها الحديث اكثر الا شفنا غير في هاد الاسبوعين. يعني بحال الحديث ربما اللي تولت تهضر على الكره النسويه كالحديث كانت تهضر على المنتخب الوطني الرجال. يعني الا بقى هذا المشروع وهذا الاهتمام وبفضل الرئيس سيد القجع اللي عطى واحد الدفعه كبيره واحد شحنه كبيره للكره النسويه واحد الاهتمام، ان شاء الله نبقاو غاديين في الطريق الصحيح. انتم سي هيدمو كمدرب سابق لنادي الجيش الملكي السيدات اللي هو العمود الفقري ديال المنتخب الوطني السيدات كيتضمن 14 لاعبة، كيفاش كتوصف لنا الانسجام اللي كيكون ما بين الأسماء المحترفة والأسماء اللي كتنشط بالبطولة الوطنية؟ يعني في الأول لابد ما تكون هناك واحد عدم الانسجام بين اللاعبات المحترفات، يعني تيكون ما كاينش واحد توليفه كبيره. نعم. يعني كنا ربما البنات ديال الفريق الجيش الملكي هما تيكونوا تسعود حتى العشرة هما اللي تيكونوا في المنتخب لاعبين الرسميات، يعني بالمجيء ديال المدرب بيدرو بدل واحد التشكيله وعيط على خمسه ولا سته ديال اللي طاق فيهم، وكان هذا الانسجام كان علاش كانوا تربصات كثيره. نعم. كانوا مقابلات حبيه كثيره مع فرق مع اجانب، ولا سيما في الشهر الاخير يعني شفنا مقابلات كثيره مع فرق افريقيه اللي عطات ذاك الانسجام مع بين المحترفات واللاعبات. نعم. اللي عندنا هنا في المغرب. السيد هيدمو بقى عندي سؤال واحد غنسولو لك من بعد ما نتابعوا هذا الخبر الرياضي. مشاهدينا، كشفت الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم عن اللائحه النهائيه للاعبات اللواتي يتنافسن على لقب الافضل في افريقيا برسم موسم 2022 والتي ضمت 10 لاعبات من ضمنهن غزلان شباك لاعبه المنتخب المغربي ونادي الجيش الملكي، كما يتنافس ثلاثي الجيش الملكي غزلان شباك سناء مسعودي وفاطمه تكناوت للظفر بلقب افضل لاعبه داخل
القارة إلى جانب 10 لاعبات يمثلن أبرز الممارسات في الأندية الإفريقية النسوية. وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز المقبل على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المغرب 2022. ونرجع لك سيد هيدامو الإطار الوطني، المنافسات في هذه البطولة بطبيعة الحال ما زالت مستمرة بالنسبة للمنتخب الوطني، شنو بخصوص النخبة الوطنية في انتزاع اللقب؟ شنو تقدر تقولنا عليها خصوصا وانها غتستفد من عاملي الارض والجمهور، والخصم القادم غيكون منتخب نيجيريا؟ يعني كما ما يفوتنيش نذكر الجمهور اللي عطى واحد الشحنه ودفعه كبيره للمنتخب الوطني. يعني تنشوف انا تقنيا حنا متفوقين عليهم بزاف، كاين عندنا بنات تبارك الله تكنيكمو تولي، وهذا هو اللي عطينا واحد هاد الانتصارات. نعم. هذيك التقنيه ديالهم تدير ذاك الفرق في وسط في الملعب، ونتمنى الله يكونوا في نهارهم. حنا تنعرفوا نيجيريا عندهم السرعه عندهم القوه، نتمنوا ما نكونش معاهم في ذاك الاحتكاك الجسدي باش نحاولوا نلعبوا غير تمريرات اللي قصيره ونمشيو، واخا اننا تنسجلوا بلي كوفرون الكره الثابته هذه داخله في اللعبه. نتمنى الله نسجلوا في اكسيون تكون كره تمريرات. نعم. ولكن الاهم بعد هذه المقابلات ولا هذا الكان يعني تتقول ما يهمش الاداء، ربما تتهم النتيجه اكثر من الاداء بطبيعه الحال. كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله يا ربي، ونمشيو للنهائيات. ولما لا، انا تيبان لي 50-50، انا عندنا حظوظ لما نقولش كاع 70. انا طايق ان شاء الله في البنات يديروا مقابله جميله مع نيجيريا ونمروا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الله يعاونهم. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله هيدامو الإطار الوطني. وتمكنت عشيه هذا اليوم او تمكن عفوا المنتخب النيجيري من تحقيق التاهل للدور النصف النهائي عقب تغلبه على منتخب الكاميرون بحصه هدف دون مقابل من توقيع رشيدات أجيبات في الدقيقة 56. وبذلك تعرف المغرب على منافسه في الدور ما قبل النهائي، وهو المنتخب النيجيري المسيطر على منصة تتويج الكأس القارية لدى السيدات. اللقاء سيجرى مساء الاثنين القادم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبعيدا عن الرياضة مشاهدينا، انعقدت بالرباط أشغال الجلسة 10 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بمشاركة دولية واسعة بهدف تعزيز العمل المشترك لترسيخ المبادئ الإنسانية السامية ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب. جلسة تميزت بالإشادة بتاريخ وأدوار المغرب في ترسيخ قيم التسامح والسلام والدفاع عنها. خديجة جمالي وعبد الرحيم فيلول. الجلسة 10 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام محطة يلتقي فيها ممثلو دول العالم لتدارس جملة من القضايا الراهنة كمكافحة التمييز والعنصرية والتعصب والتطرف الديني والعرقي، إضافة إلى الإسهام في إغناء وتطوير قواعد القانون الدولي المرتبطة بالتسامح والسلام. It is a pleasure as president of IPU to come to Morocco. إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي هنا بالمغرب، فهو بلد بديمقراطية قوية وهو أرض للسلام حيث تحترم ثقافة الآخر. المغرب ليس فقط نموذجا للدول العربية والإفريقية، بل هو نموذج للعالم أجمع. المغرب يقدم نموذجا للعالم لمعنى الانسجام والتسامح. من هنا أوجه الدعوة لكي ينخرط الجميع في هذا المسار لنحقق السلام، فالسلام يعادل الأمن، وعندما نوفر الأمن نضمن الرفاهية والاستقرار. جلسة تنعقد بالمغرب تأكيدا على مكانة المملكة كبلد رائد في مجال دعم وتعزيز السلم الدولي ونبذ الحروب وكل أشكال التطرف. طلب المجلس العالمي للسلام من المملكة المغربية تنظيم هذا الجلسة 10 اعترافا لما يقوم به المغرب من مجهودات لدعم السلام ونبذ الخلاف واللجوء إلى الحوار عوض السلاح. والمغرب قد نجح منذ قرون في هذا العمل. المملكة المغربية بلد سيدي حفظه الله جلالة الملك محمد السادس، بلد أنجال الرسول عليه الصلاة والسلام. المغرب بلد السلام والتسامح والمحبة التي
شرف الجميع بالتواجد فيها لأن ننهل وأن نتشارك مع المدرسة المغربية ليستفيد أعضاء البرلمان الدولي والشركاء حول العالم من خلال تواجد وتبادل الآراء. نحن هنا للحديث عن السلام، نلتقي لطرح كل القضايا المرتبطة بهذه القضية عبر سلوكنا وأفكارنا، إضافة إلى قضايا هامة مطروحة حاليا بإلحاح تخص الأمن الغذائي. أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح ستتواصل غدا بمدينة الداخلة باعتبارها رمزا للسلام، حيث سيصدر البيان الختامي. برباط دائما تم اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهدف إلى رقمنة الإدارة والخدمات البيداغوجية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. الاتفاقية تهدف إلى إحداث منصة رقمية تروم تجويد الخدمات الإدارية والتعليمية والتواصلية بفعالية وسرعة. حنان أرسلان وعبد الفتاح السويد. مرحلة جديدة يدخلها المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، إحداث منصات رقمية شاملة ومندمجة تهدف إلى تبسيط الخدمات الإدارية، البرامج البيداغوجية والإنتاجية. مشروع رقمي هام بالنسبة للإدارة، الطلبة، الأساتذة والمرتفقين. فئة ديال الشباب انخرطت في هذا الميدان ديال الديجيتاليزاسيون، إلا دونك اليوم حتى الوزارة خصها تنخرط في هذا الميدان باش نحاولوا تو سامبلومون يعني نتوجهوا لهذا الجيل الجديد. لهذا اليوم هذه المواكبة ديال الحكومة في هذا المجال مهمة ومهمة جدا. من خلال هذه الاتفاقية غيتم تطوير واحد المنصة رقمية شاملة. هذه المنصة الرقمية غادي تمكن من توفير واحد الخدمات مهمة وجديدة بالنسبة للطلاب والمرتفقين، كما أن في وسائل التعليم ديال المعهد غادي يتم استعمال وسائل رقمية وتكنولوجية جديدة. المنصة الرقمية الجديدة تدخل ضمن رؤية شاملة بلورتها إدارة المعهد تحقيقا للانتقال الرقمي. المعهد العالي للإعلام والاتصال كينخرط في هذا المجال طبقا لرؤية استراتيجية. أولا شبكة معلومات هي قارة ومن جودة عالية، ثم استوديو رقمي، ثم كذلك تهيئة مجالية لبناية المعهد العالي للإعلام والاتصال وفضاءاته البيداغوجية، ثالثا وضع نظام للتدبير من جودة عالية. الغلاف المالي لهذا المشروع يقدر ب2,600,000 درهم. المشروع يدخل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تقريب الخدمة من المرتفق والمعلومة من الطالب وتواكب البيداغوجية بمنطق جديد وعصري. بحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ ببلادنا نسبة 1.3%، فيما من المرتقب أن يبلغ العام المقبل 3.7%. انخفاض معدل النمو يرجع إلى قلة التساقطات المطرية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. باقي التفاصيل مع مجيد حلاوي وعثمان تاسي. في ندوته الصحفية لخص المندوب السامي للتخطيط أسباب انخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام في قلة التساقطات المطرية والانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها أيضا تأثير على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. هذه كلها مشاكل اللي هي مشاكل بنيوية واللي تتقتضي منا ماشي غير نكون عندنا سياسات عمومية ملائمة، ولكن إصلاحات بنيوية مهمة اللي تجعلنا أننا نبقاو صامدين في هذا أمام هذه التحديات البنيوية. وهذا سيقتضي منا جميعا، لا حكومة ولا الأمة ككل، تقتضي واحد التحمل بكيفية عادلة لما سيتطلب هذا من مجهود، ويكون وكل ما المردود دياله كذلك يكون موزع بكيفية عادلة. التطورات الدولية الحالية لها انعكاس سلبي على تمويل الاقتصاد، مما سيرفع نسبة المديونية من 83.3% هذا العام إلى 83.6% العام المقبل. ورغم ذلك هناك توقع بتحسن أداء القطاع غير الفلاحي وأمل في سنة فلاحية كي تكون على الأقل سنة متوسطة الموسم المقبل.
في أخبار الوباء، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن تسجيل 1943 إصابة جديدة مقابل تعافي 1610 أشخاص، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الماضية. بخصوص التلقيح، أبرزت الوزارة أن 6,592,108 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس، فيما ارتفع إلى 10,227 شخصا عدد الملقحين بالجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المرض. كان سفيرا لحقوق الأطفال، نعته اليونيسف بأيقونة الأمل والإيجابية. إنه الشاف عمر ذو 16 عاما الذي توفي اليوم بعد معاناة مع مرض نادر. كان الشاف عمر نشيطا على مواقع التواصل الاجتماعي بإعداده لأطباق شهية ومتنوعة. كان ملهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بفضل صبره وابتسامته وإصراره على الحياة. نبذة عنه مع زينة إتلامين، مصطفى ودا، وفاء الدكاي. لم يكن حبيس مقعده المتحرك، كان عمر أو الشاف عمر حرا طليقا سعيدا، وهو يعد أطباقا شهيقة أمام عدسة هاتفه لينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كان يعشق الطبخ ويلتهم الحياة. صفلت البيض تنخطوه مع شوية الخل. في بيت الشاف الذي لم يتجاوز 16 سنة مأتم حزن وعزاء لوفاة عمر. مرض الاعتلال العضلي لم يمهل كثيرا ليستكمل أحلامه. البارح قالوا معي طولي الماما نقول لها راني غنموت، ولدي شجاع، ولدي صبور، يا ربي يكون ما تعذبش، يا ربي ترحمه يكون طيور الجنة إن شاء الله. من عتمة الإعاقة ونفق المرض وأسرة المستشفيات، قاوم الصغير بشجاعة مرضه النادر بأسارير تطفح بالفرح على جناح ابتسامة كان يسافر بين قلوب متابعيه. أو غير نحتاجو الورقة الناموسة أو لصوص طوماط. من ركن المطبخ صنع الشاف عمر عالما يضج بالألوان والروائح. كان يبرع في إعداد طبق السوشي، أحب الأطباق إلى قلبه. في لحظة فقد يتذكر الأهل فتى شجاعا صبورا يتدفق أملا ويتشبث بالحياة. بقى كيقاوم حتى الأخير لحظة. ما نقولك من نهار اللي عرف داك الوليد هو عنده واحد العقل ما شاء الله عليه. البارح في الليل شفته وكان انكونسيون واليوم صافي. إن غيب الموت الشاف عمر عن موقع التواصل الاجتماعي فهو لن يغيب من قلوب وعيون تابعت أعماله بحب وإعجاب. لم يكن يوما كالمعري، الشاعر الذي ساوى بين الحياة والموت والنوح والشدو بسبب إعاقته، بل كان مبعث أمل لذوي الاحتياجات الخاصة. رحم الله عمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدين، إلى التذكير بأبرز محطة الخبر لهذا اليوم. جلالة الملك يعطي تعليمته السامية لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبريكت بسلا، مشروع ذو أهمية كبرى يرم النهوض بالأوضاع السوسيو اقتصادية لألاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة. مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ومشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي صدق عليهما المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، خطوة هامة في اتجاه تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وربح رهان النموذج التنموي الجديد للمملكة. بؤر متفرقة من الحرائق اندلعت بكل من جهات طنجة، تطوان، الحسيمة وإقليم تازة، وفرق الإنقاذ تواصل إخماد النيران بعد أن امتدت إلى بعض التجمعات السكنية وعرقلت حركة السير على طريق السيار بين العرائش وسد اليماني.
المنتخب الوطني للسيدات في كرة القدم يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2022 بعد انتصاره على منتخب بوتسوانا ضامنا بذلك ورقة التأهل نهائيات كأس العالم 2023 التي ستقام بأستراليا ونيوزيلندا. شكرا على المتابعة مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.